هكذا. طيب هي كرة القدم النسائية دلوقتي بقى في درجات، في أولى وتانية وتالتة واحتمال برضه يعملوا رابعة، يعني في عدد كبير قوي من الأندية بدأت تدخل المجال كرة القدم. بقى إجباري. بقى إجباري دلوقتي على الفيفا. اللي عايز فريق كرة القدم الرجالي بتاعه يدخل في المسابقات الرسمية لازم يكون الأهلي والزمالك عامل دلوقتي. ده قانون خلاص، يعني خلاص ده بقى كل فرق الدوري الممتاز عملت. طبعا مقاولين وكله عمل دلوقتي. يعني لكن في دوري ممتاز للبنات كمان. ايوه ده من بدري ممتاز. هو اول ما بدا كنا حوالي اربع فرق او خمس فرق بس اللي كانوا موجودين في الساحه اساسا. اوكي. من كام سنه؟ من التسعينات يعتبر. ما بيصوروش بقى، ما بيصورولناش بقى الدوري. لا والله عايزه اقول لك ان زمان كانوا يصوروا. دلوقتي كانوا بقى بيصوروا بس النهائي. كانوا بيصوروا النهائي، نهائيات بتاعه الكره النسائيه. بس دلوقتي ممكن يا جماعه كلها 20 سنه كده ان شاء الله. لا لا والله لا، في اليومين دول اهتمام كويس قوي. ودكتوره دينا رفاعي عامله شغل كويس، يعني حتى بدات انها تدي كورسات في الاتحاد للمدربات. تمام. بدأ في اهتمام كبير قوي، وبقى في اكاديميات كتير جدا على مستوى مصر الجمهوريه كلها، اكاديميات كتير كتير، وبدا يطلع اجيال كويسه يعني كل سنه. طب حنان انا عايزه اتكلم بقى عنك انت. يعني فكريني، احنا اتقابلنا قبل كده بس فكريني بقى انت بدايتك كانت ازاي. ساعتها حكم. وحكم دوري كنت ساعتها. بالظبط. في الساحه. عايزه اعرف التطور ده حصل ازاي، وكنت بتلعبي فين وبعدين بقيتي حكم، وليه اعتزلتي وانت صغيره لسه؟ والله انا بدات اساسا كنت بلعب، انا بحب الحاجات الغريبه، الالعاب الغريبه، يعني كنت بلعب كونفو في الاول. انت كنت توم بوي بقى، عارفه اللي هو ايه؟ ايوه. لا كنت احب كنت احب اتفرج على هركليز وزينه، بحب زينه قوي وشخصيه البنت ديت وبتاع. فكنت حابه ان انا ابقى كده يعني. الكونفو كنت بلعب كونفو، كنت بلعب جمباز، خلصت جمباز لعبت كونفو، بعد كونفو لعبت العاب قوه، ولعبت لا لعبت باسكت بول الاول، بعد كده دخلت فرقه وما كملتش. مدربه شافتني الله يرحمها كابتن دينا في النادي الاهلي، وشافتني تلعبي العاب قوه، قلت لها ماشي. لعبت وزن طويل ووزن ثلاثي. ده انت ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما سبتيش رياضه. انت جايه من بيت رياضي اصلا؟ كانت والدتي كان الله يرحمها كانت بتلعب جمباز، واخويا حارس مرمى ودلوقتي مدرب حراس مرمى في الكويت. ويعني كان في منتخب مصر كمان في الخماسي. وبنت خالتي كذا حد. عيله رياضيه. بالظبط. وبنت خالتي واولاد خالاتي كلنا كنا رياضيين يعني. بس فبعد كده اتقدمت في المحكمات بقى. لا بعد ما عدت العاب قوه. تمام. شفت بقى انا كنت بحب العب كوره بقى في الطبيعي كده في الشارع مع الاولاد. بصي ولع. شفتي الجمله متركبه ازاي؟ كنت بحب العب كوره طبيعي كده في الشارع مع الولاد. اصل نلعب فين؟ الجمله ما فيهاش اي شيء. ايوه طبيعي. كل كره قدم، كل بنات كره قدم لعبوا في الشارع. كلنا في الشارع. قريبنا بقى. كلنا والله لعبنا في الشارع. والله يعني مش هقول لك مثلا لعبنا، لا في الشارع، لعبنا في الشارع. بس وبعد كده اهوت دخلت لعبت، قابلت واحده صاحبتي قالت لي تعالي بتاع، ورحت المعادن لعبت معاهم شويه وبتاع. بس ايه ما ارتحتش، قلت لا اروح تنميه، رحت التنميه سبورت بعد كده. ما ارتحتيش في النادي مش في اللعبه؟ لا حبيت اللعبه. انا حبيت اللعبه، حبيت الكوره، حباها بلعب في الشارع. انا من زمان حباها. اوكي. حاجه غريبه، انا بحب الحاجه الغريبه لان ما حدش عملها. فدخلت ربع، سبت المعادن ورحت اسمه ايه ده، كنا رحت جولدي بعد كده، سيبنا الجولدي والمعادن، وبعد كده رحت بتاع ده تنميه سبورت اللي هو مستقبل الوطن حاليا. لعبت فيه شويه كتير. تمام. منها بقيت بدرب مساعد مدرب مع المدرب بتاعي الله يرحمه. وبعد كده رحت قدمت في التحكيم، صحابي قالوا لي تعالى انت قدم في التحكيم وبتاع. انا ما كنتش مقتنعه وبتاع، تحكيم ايه لا مش عارف ايه. فقدمت، عايزه اقول لك ان صحابي اللي مقدمين معايا ما كملوش، وانا اللي كملت. ايه اللي عجبك فيه؟ ايه شخصيه؟ انا بحب الشخصيه القياديه، انا بحب ابقى شخصيه قياديه. إيه بحب كان عندي لياقه بدنيه كويسه، العاب قوه بتاع. انا كنت بخش داخله بجري وانا اي مش مشكله، عندي جري بتاع اختبار لياقه بدنيه مش مشكله. وانت طويله ما شاء الله المرجل بتاعك بقى يعني. بجري لا المضمار عندي سهل. طبعا. انا كنت على فكره انا كذا مره كان جات لي اصابه في رجلي وما حضرتش الكوبر بتاع البنات، دخلت في وسط الولاد عملت الكوبر فعلا. والله عملت ودخلت، كنت بمشي على زمن الولاد.
كنت بزق الولد معايا يلا بشجع، كان زمايلي معايا بشجعهم واطلع معاهم. الكوبر ده اللي هو الاختبار، اختبار التعليق البدني. المفروض البنات بيبقوا اقل من الولاد؟ لا هو هم 15 ثانية احنا 17 ثانية. ثانيتين كان ثانيتين. يا مفتريات ده عشان يعني رأفة بحالنا يعني ولا ايه؟ لا هي البنت طبيعتها كده، ان في قوة سبحان الله يعني غير البنت ما اقدرش التحمل حال الولد غير البنت.